فلفل كان بيتكلم على الانشنت ايجيبشن هومز، وده عنوان درس النهارده يا ابطال. ليسن 3 الدرس الثالث من يونت 7 من الوحده السابعه بعنوان انشنت ايجيبشن هومز، البيوت في مصر القديمه. ده درس النهارده اللي انا عاوز حبيب البطل وحبيبه البطله يجهزوا كده بالورقه والقلم ويكبروا الصوره ويعلوا الجوده ويكتبوا كل كلمه انا هقولها. بس قبل ما نبدا درس النهارده، لو دي اول مره تشوفني فيشرفني جدا انك تشترك في القناه، فعل جرس التنبيهات لو متاح تفعيله علشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه ليك. ودلوقتي ليتس ستارت، يلا بينا نبدا درس النهارده. حبيب قلبي كالعاده احنا بنبدا بالكلمات، فاول حاجه هناخدها النهارده هي طبيعي تكون ancient Egypt، مصر القديمه. طالما بنتكلم على homes in ancient Egypt، البيوت في مصر القديمه، فطبيعي اول حاجه ناخدها هي ancient Egypt، مصر القديمه. ancient اوكي ancient Egypt يعني مصر القديمه. ancient Egypt ancient Egypt ancient Egypt مصر القديمه ancient Egypt. والطوب اللبن ده اللي فلفل كان بيقول لنا ان هما بيبنوا بيوتهم من الطين اللبن، وكان بيخلي البيوت قويه وبيخلي البيوت كول. فالطوب اللبن اسمه mud bricks mud bricks mud bricks. بص، هي mud لوحدها يعني طين، وbricks لوحدها يعني طوب. فالمهم بقى mud bricks كده يعني الطوب اللبن او الطوب الطيني، وده كان بيتاخد من المد اللي هو الطين اللي جنب الريفر اللي عند النهر، اسمه كده mud bricks mud bricks mud bricks mud bricks mud bricks. الطوب اللبن يا حبيبي يعني mud bricks. وممكن نقول ان the mud bricks الطوب اللبن the mud bricks الطوب اللبن made جعل made very strong walls يعني جدران او عمل جدران قوية جدا. made very strong walls تمام. the mud bricks made very strong walls the mud bricks made very strong walls. الاساس اللي هو بقى التيبلز والشيرز والترابيزات والكراسي والسرير، الاساس اسمه furniture 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 f u r n i t u r e سهله قوي. if you are لما نقسمها ان اي تي يو ار اي هنقسمها 3 3 3 if you are ان اي تي يو ار اي، فهنقوله كده furniture furniture furniture. خلاص الاساس furniture، والتيبلز والشيرز وبيدز والحاجات دي كلها اسمها furniture if you are ان اي تي يو ار اي furniture furniture. ورق البرد بقى اللي كانوا بيغطوا بيه البواب والحاجات دي اسمه papyrus 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 p a p y r u s papyrus 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 papyrus. خلاص احنا خدناها اصلا قبل كده بقى papyrus. مكان النوم بقى اسمه sleeping area sleeping sleeping area sleeping اللي هو النوم sleep ينام، حط لها ان جي sleeping النوم. area اللي هي المنطقة او المساحة، فهنقولها كده مكان النوم sleeping area sleeping area sleeping area sleeping area sleeping area. خلاص sleeping area مكان النوم sleeping area. لطيف او معتدل البرودة، والmud bricks الطوب اللبن فكان بيخلي البيوت cool، معتدل البرودة او لطيف، اسمها cool 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 c o o l cool 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 okay cool 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 cool. فيلا قبل ما نمسح السبور ancient Egypt نراجع ancient Egypt مصر القديمة. mud bricks الطوب اللبن furniture أساس papyrus ورق البردي sleeping area مكان النوم sleeping area we cool لطيف أو معتدل البرودة cool. بص يا بطل، هو سقف البيت اسمه roof 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 أو السطح roof roof، فإحنا هنجمعها وهنقول الأسقف roofs roofs r o o f s أو أسطح المنازل roofs roofs أسطح المنازل roofs أسطح المنازل roofs. طيب سجادة من الجريد هي الحصير الحصيرة بقى اللي كانوا بيناموا عليها وبيقعدوا عليها،
فدي اسمها read mat. عارف انت الحصيرة؟ سمعت عن الحصيرة؟ read mat. read mat. read mat. عايز تجمعها قول read mats. بسيطة. read mat. read mat. read mat. read mat. read mat. اللي هي سجادة من البتاع ده الجريد او الحصيرة. read mat. read mat. الريف اسمه countryside. 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 country. والزق فيها سايد اس اي دي اي. كانتري سايد. كانتري سايد. كانتري سايد. كانتري سايد. الريف. كانتري سايد. كانتري سايد. الريف. كانتري سايد. والفرن اسمه اوفن. 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 الفرن اوفن. اوكي الفرن اوفن. 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 او في اي ان. اوفن. اوفن. oven. والإناء أو الوعاء أو الحلة pot. 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 خلاص الحلة pot. 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 ومسطح flat. لما أقول flat roof يعني سقف مسطح. flat. flat. زي الصبورة كده. الصبورة دلوقتي flat مسطحة. flat. 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 نرجع برضو على الكلمات دي. roofs أسطح المنازل. roofs. read mats الحصير أو السجاد الجريد. read mats. countryside الريف. countryside. countryside. oven الفرن. oven. pot حلة وعاء إناء. pot. pot. flat مسطح. flat. وليها معنى تاني على فكرة شقة. flat مسطح. flat. 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 النيل بقى هنقوله كده the Nile. the Nile. the Nile. the Nile. وطبعا طبعا طبعا هنكتب ال N بتاعت Nile capital. the Nile. the Nile. the Nile. the Nile. the Nile. وحائط أو جدار. حائط wall. 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 حائط أو جدار wall. w a l l. wall. 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 وقالب طوب زي ده كده. ما هو ده قالب طوب اهو. لا مش هتشوف ده قالب طوب. ده قالب طوب. brick. 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 اوكي قالب طوب. brick. 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 b r i c k. brick. 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 b r i c k. brick. 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 قالب طوب. brick. ولو جمعت bricks ولو قلت mud bricks يعني طوب اللبن يبقى brick اللي هو قالب الطوب. بص بقى cooking اللي هو الطبخ. cooking. 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 واحنا اصلا كده كده ما بننطقش الجيلي في الاخر يعني ما بنقولش cooking. لا هي cooking. 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 ودي استخدامات الميه. cooking. in cooking. وايه كمان drinking الشرب. drinking. 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 وايه كمان washing. وش يغسل. the fly in g washing الغسيل. washing. 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 cooking. drinking. washing. cooking. drinking. washing. بص عائلة يعني family. طيب عايز اجمعها. بص هي اصلا family f a m i l y. عايز اجمعها هتخلي ال y i. هتخلي ال y i كده وتضيف اي اس وتبقى families عائلات. families. 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 طيب صندوق خشبي. هو صندوق يعني بوكس وخشب يعني وود وخشبي وودن. وودن بوكس صندوق خشبي. وودن بوكس. وودن بوكس صندوق خشبي. وودن بوكس. وودن بوكس. wooden box. wooden box. نراجع. the Nile النيل. wall حائط. brick قالب طوب. cooking الطبخ. drinking الشرب. washing الغسيل. families أسر أو عائلات. wooden box صندوق خشبي. الكلمة جاية شبعنا منها. رياح wind. wind w i n d wind. wind. wind رياح wind. أما القصيدة
اسمها بالانجلش poem. poem هنقول لك قصيده دلوقتي. poem poem P-O-E-M poem 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 قصيده بالانجليزي يعني poem poem poem. وكلمه mud اللي هو الطين، فاكر mud bricks الطوب اللبن اللي من الطمي او الطين، فمض يعني طين او طمي. مض امي دي مض 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 مض. قوي يعني strong 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 قوي strong 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 قوي strong. الحشرات يعني insects 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 الحشرات insects. والمحاصيل يعني crops 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 خلاص المحاصيل crops 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 crops. طيب اسلوب مميز، هو بصوا كلمه مميز يعني special، واسلوب يعني style، فنقول special style يعني اسلوب مميز. special special S P E C I A L style اللي هي S C T Y L E special style أسلوب مميز special style special style special style special style. البوابة اسمها بالإنجليزي gate gate gate. والله بص لو أنت ذاكرتك قوية فأنت قاعد مرتاح قوي دلوقتي وعملت تقول الكلمات دي يعني تقريبا خدتها كلها قبل كده. جيت اللي هي الايه البوابه جيت 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 بوابه جيت بوابه جيت. وضفه النهر يعني بانك 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 بي اي ان كي بانك بانك. ممكن نقولها ريفر بانك برضو مش غلط يعني ريفر بانك او بانك صح مفيش مشكله خالص. تعال راجع ويند رياح بوم قصيده مض الطين او الطمي سترونج قوي insects حشرات crops المحاصيل special style اسلوب خاص او اسلوب مميز gate البوابة bank يعني اضافة الله. هيا بنا الى الافعال. يخزن يعني store. بص s t o r e لو انا شلت ال e وضفت اي ان جي مكانها كده يعني اس تي او ار اي ان جي ستورنج اللي هو التخزين. فستور يخزن. طب انا بتكلم في افعال منتظمه يبقى اخره ايه هضيف دي بقى واقول خزنه ستورد. اوكي ستور ستورد ستور ستورد ستور ستورد. يستخدم يوز يو اس اي يوز يوز يوز. والماضي منها يوزد استخدم هضيف دي used they used. لما اتكلم عن القدماء المصريين هقول they used. يغطي cover cover cover. طب ده فعل منتظم يبقى غطى هتبقى covered هنضيف اي دي covered cover covered cover covered. يدهن paint paint it white يدهنه باللون الابيض paint paint paint. طب عاوز اقول دهنا هتبقى painted 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 اللي هي دهنا نضيف اي دي paint painted paint painted. يسترخي relax يسترخي relax relax relax. عاوز اقول استرخى او استراحه relaxed هنضيف اي دي relaxed relax relaxed relax relaxed. دي افعال منتظمه. تعال نقراها تاني نراجع عليها. ستور يخزن ستور خزنه يوز يستخدم يوزد استخدمه كفر يغطي كفر غطى paint يدهن painted دهنه relax يسترخي relaxed استرخى او استراحه. الافعال غير منتظمه تهب blow عندها كتير قوي blow b l o w blow والماضي منه blue blow blue blow blue blow blow. يزرع او ينمو grow نفس الوزن بقى grow grow وبرضه الماضي grow 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 grow. يبني build 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 والماضي built بنى built built
بيلت بنى بيلد بيلت ما فيش بيلد في الانجليش اوكي بيلد بيلت بيلد بيلت ينام سليب 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 والماضي سلبت نام اوكي سليب سلبت سليب سلبت سليب سلبت يصنع او يجعل ميك 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 والماضي ميد اوكي اللي هي صنع او جعل ميد ميك ميد ميك ميد كيب يحفظ تحفظ الحاجه او يربي كيب كيب تربي او تحفظ حاجه كيب والماضي كيبت كيب كيبت كيب كيبت كيب كيبت كيب كيبت نراجع عليهم يلا بلو تهب بلو هبت جرو يزرع جرو زرع او نما طبعا بيلد يبني بيلت بنى سليب ينام سلبت نام ميك يصنع او يجعل ميد صنع او جعل كيب يحفظ او يربي وكبت حفظ او ربى بعض الناس ما بتهتمش بالاكسبريشنز وده اكبر غلط الاكسبريشنز هتخليك تعرف تكون جمله وهتخليك تعرف تحل سؤال ترتيب الجمله فالاكسبريشنز مهمه جدا ركز معايا فيها اول حاجه عندي near the Nile near the Nile بالقرب من النيل near the Nile بالقرب من النيل اسمها كده near the Nile Egyptian people built their homes near the Nile near the Nile near the Nile طيب from من the ال river نهر from the river من النهر from the river from the river from the river from the river okay from the river from the river they used water from the river استخدموا المياه من النهر from the river from the river made of مصنوع من made of mud bricks مصنوع من الطوب اللبن made of made of made of make هنا يجعل ونقول يجعل ايه وبعد كده نقول cooler اكثر بروده make their homes cooler make their homes cooler يجعل بيوتهم اكثر بروده make cooler make cooler make cooler make cooler بحبك وانت مركز make cooler on hot nights في الليالي الحاره They sleep أو they slept طالما في الماضي بقى They slept on roofs ناموا على الأسطح On hot nights في الليالي الحارة On تاخد on خلي بالك On hot nights On hot nights في الليالي الحارة On hot nights Different from مختلف عن Different from different from يعني مثلا in ancient Egyptian homes بيوت المصريين القدماء where كانت different from today مختلفة عن اليوم different from أو the furniture was different from today الأثاث كان مختلف عن اليوم okay كان هو read mat فاكر الحصيل يبقى different from مختلف عن different from different from different from different from sit يجلس on على sit on يجلس على we sit on chairs احنا بنجلس على كراسي sit on sit on وقبل ما نمسح تعالى نقراه near the Nile بالقرب من النيل from the river من النهر made of مصنوع من make حاجة cooler يجعل حاجة أكثر برودة on hot nights ما تنساش hot nights تاخد on On hot nights في الليالي الحارة Different from مختلف عن Different from مختلف عن Sit on يجلس على Sit on Expression اللي جاي Close together انت فاكر انا هقولك ان Close يغلق بس لا Close مش يغلق Close together يعني متقاربة مع بعضها البعض Close together Close together Close together Homes were close together البيوت كانت متقاربة مع بعضها البعض close together close together
close together, close together. Feeling all right, عارف all right؟ يعني تمام. Feeling all right يشعر أنه على ما يرام. حاسس كده أنه مية مية يعني. Feeling, feeling all right. Feeling all right, feeling all right, feeling all right. Never, أبدا مستحيل. Never to fall, مستحيل تسقط, مستحيل تقع. Never to fall. Never to fall. Never to fall. Never to fall. Join together, تنضم أو تتصل معا. Join together. Join together. Join together. Join together. Join together. Join together. With two floors. بص floor اللي هو الطابق دور. With two floors يعني بدورين أو ذو طابقين. With two floors. 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 By بجوار. By the banks بجوار أو بالقرب من ضفاف النهر. By the banks. By the by هنا زي next to كده أو beside بجوار. We banks اللي هي ضفاف النهر أو ضفاف النيل. By the banks بالقرب من ضفاف النيل. By the banks. By the banks. By the banks. آخر expression dark inside. مظلم بالداخل. Dark inside. Dark inside. Dark inside. مظلم بالداخل. Dark inside. Dark inside. خلاص. Dark inside. مظلم بالداخل. Dark inside. Close together. متقاربة مع بعضها البعض. Feeling alright. يشعر أنه على ما يرام. Never to fall. مستحيل يقع. مستحيل يسقط. Join together. متصلة ببعضها البعض. With two floors. ذو طابقين بدورين. By the banks بجوار أو بالقرب من ضفاف النهر. Dark inside مظلم بالداخل. كده بطل إحنا جاهزين نقرأ ونفهم نتعلم درس اللي كان فلفل قاله مع زيكو في أول الفيديو. يلا بينا ننتقل إلى الدرس. بص بداية أنا بعتذر جدا على رداءة الصوت قبل كده، فطبعا أنا ما اكتشفتش الكلام ده إلا في المونتاج، فأنا طلعت أعيد الجزء ده تاني. ففي جزء دلوقتي أنا كنت خلصته وكان الصوت فيه وصل يعني تدهور كبير جدا، كانش فيه حاجة خالص مسموعة، فأنا بعيد الجزء ده تاني علشان خاطرك. أنا بحبك جدا والله العظيم. بص يا بطل، قبل ما نقرأ الدرس في أربع في خمس جمل. الخمس جمل دول أنا عاوز حبيب قلبي يفهمهم قوي، لأن دول هم الأفكار الأساسية في الدرس، ودول لو أنت كده جمعتهم جنب بعض هتلاقي نفسك كتبت باراجراف على Ancient Egyptian Homes. أنت معرض أنك يطلب منك باراجراف على Ancient Egyptian Homes، البيوت في مصر القديمة. في مواضيع كده زي مثلا Your Bedroom أو Your Perfect Room، Your House بيتك، وكمان Ancient Egyptian Homes البيوت في مصر القديمة. موضوع مهم قوي حبيبي. فبص كده معايا على أول جملة، ركز بس، ركز ركز ركز. In Ancient Egypt، أول جملة مهمة. In Ancient Egypt يعني في مصر القديمة حبيب قلبي. In Ancient Egypt في مصر القديمة. Many people ناس كتيرة قوي كانوا بيعملوا ايه؟ هقولك. Many people ناس كتيرة مالهم بقى؟ اوعى تقول make، لا قول made. Made their homes عملوا بيوتهم near the Nile بالقرب من النيل. سهلة قوي. In ancient Egypt في مصر القديمة. Many people ناس كتيرة made عملوا made their homes made their homes عملوا بيوتهم near the Nile بالقرب من النيل. فين النيل؟ النيل هنا، نبني هنا. near the Nile
سهلة جدا. In ancient Egypt, many people made their homes near the Nile. فدي أول جملة. طيب تاني جملة دي مهمة قوي حبيب قلبي ركز. In ancient Egypt, many people made their homes near the Nile. طيب تمام. جابوا المض الطمي وعملوا منه طوب. نقولها ازاي؟ The ancient Egyptians, قدماء المصريين, the ancient Egyptians اللي هم قدماء المصريين عملوا ايه بقى قدماء المصريين؟ The ancient Egyptians, ما تقولش used, قولي used, استخدموا used ماضي, انت بتتكلم في قدماء المصريين. طيب used ايه؟ مد, استخدموا الطمي, استخدموا الطمي مد, used مد, استخدموا الطمي ليه؟ to make bricks, to make bricks, علشان يعملوا البريكس الطوب. سهلة. The ancient Egyptians used mud to make bricks, استخدموا الطمي علشان يعملوا طوب. الفكرة اللي جاية بقى, الطوب ده خلى الحوائط قوية, الطوب اللبن ده جعل الجدران, جعل الجدران strong قوية. نقولها ازاي بالانجلش؟ بصي يا بطل وبصي يا بطلة, هنقول the mud bricks الطوب اللبن ماله, the mud bricks عمل ايه؟ the mud bricks made, اوعى ميك, ابعد عن ميك, ابعد عن المضارع, made جعل وعمل very strong walls, very strong walls جدران قوية جدا. The mud bricks made very strong walls, سهلة. The mud bricks made very strong walls. الفكرة اللي بعد كده والجملة اللي بعد كده ان الأسطح, السطح يعني لبيوت القدماء المصريين كانت مستوية flat. فهنقولها ازاي؟ ancient Egyptian homes, بيوت المصريون القدماء أو بيوت المصريين القدماء, ancient المهم بس الايه والايه كابيتال, ancient Egyptians homes أو ما فيش اس, ancient Egyptian homes بيوت مصر القديمة. تمام. all كلها, كل البيوت, all ما تقولش have, قول had, had ماضي, had كان عندها flat roofs يعني أسطح مستوية, flat مستوي, flat roofs أسطح مستوية. ancient Egyptian homes all بيوت مصر القديمة كلها had كان فيها flat roofs. تاني, ancient Egyptian homes all كلها had flat roofs كان فيها أسطح مستوية. سهلة قوي, كلام سهل جدا حبيب قلبي, سهل جدا. طيب آخر جملة, the furniture in ancient Egyptian homes, عن الأساس بقى, الأساس في مصر القديمة كان مختلف عن الأساس دلوقتي, هي حصيرة والدولاب عندهم بتاع ده صندوق خشبي وبيخزنوا الأكل في سلة, هو ده الأساس. The furniture in ancient Egyptian homes, the furniture الأساس, the furniture in في ancient Egyptian homes, ancient Egyptian homes الأساس في البيوت في مصر القديمة was different كان مختلف, الأساس ده was كان different مختلف, was different different مختلف, was different different دايما نقول different from مختلف عن, was different from now مختلف عن الآن. يبقى the furniture in ancient Egyptian homes الأساس في بيوت مصر القديمة أو في بيوت المصريين القدماء أو في مصر القديمة إن كان was different from now
كان مختلف عن الآن. The furniture in ancient Egyptian homes was different from now. مفيش سفرة، مفيش كراسي، مفيش نيش، مفيش حاجات دي كلها، هو كل اللي موجود بس حصيرة، reed mat وباسكت، wooden box. بص الدرس بقى بيقول لك ايه، ركز ركز. In ancient Egypt، في مصر القديمة، many people، ناس كثيرة، made their homes، عملوا بيوتهم، near the Nile، بالقرب من النيل. They used، استخدموا، its water، مياهه، مياه النيل، في ايه بقى؟ استخدموا المياه ليه؟ for drinking، شرب، cooking، الطبخ، and washing، والغسيل. They also used mud، ده مش المياه بس اللي هيستخدموها، ده حتى الطين استخدموه. They also used mud، استخدموا المد، المد from the river، الطمي بتاع النهر، to make bricks، to make bricks، علشان يعملوا bricks، bricks يعني طوب، to make bricks. البريكس ده ليه؟ for their houses، لبيوتهم. the mud bricks، الطوب اللبن اللي معمول من الطمي، made very strong walls، عمل جدران قوية جدا، made very strong walls، made very strong walls. Ancient Egyptians، المصريون القدماء، wanted to keep their homes cool، زيهم زي أي ناس يعني، عايزين يخلوا بيوتهم كده منتعشة كده، بس مفيش تكييف. طب هيعملوا إيه؟ هما wanted to keep، عاوزين يخلوا their homes، بيوتهم cool، باردة. The mud bricks، الطوب اللبن، helped do this، ساعد في كده، تمام؟ الطوب اللبن ساعد في كده. في ناس بقى قالوا طب نخليه أبرد إزاي، بيتنا أبرد إزاي، ندهنه أبيض. Some people also painted، دهنوا their homes، بيوتهم white، أبيض، to make them cooler، علشان البيوت تبقى cooler، أكثر برودة. Ancient Egyptian homes، بيوت المصريين القدماء، all، كلها، had flat roofs، كان فيها أسطح مستوية، السطح مستوي. والسطح ده بقى هو اللي يعني المصيف بتاع البيت، ده أبرد مكان في البيت، أكثر مكان كده في انتعاش كده، السطح. which were the coolest part، كان أكثر جزء بارد of the house، في البيت. families، العائلات، often كانوا بيطلعوا هناك بقى، السطح ده بقى الايه، القعده كلها، ده الليفنج روم والبيد روم والدايننج روم وكل حاجه. ففاميليز، العائلات، often cooked، طبخوا، ايت، اكلوا، ريلاكسد، واستراحوا، and slept، وناموا there، هناك على السطح، on hot nights، في الليالي الحاره، ليالي الحاره يطلع نام على السطح. طب الاساس قلنا the furniture in ancient Egyptian homes was very different، كان مختلف from today، عن النهاردة أو now، الآن. There were reed mats، كان في reed mats، حصير، to sit، عشان يقعدوا، and sleep on، ويناموا عليه، هو ده يناموا ويقعدوا على reed mat، ده الكرسي والسرير مع بعض. They used papyrus، استخدموا الورق البردي زي الستاير. They used papyrus to cover the windows، عشان يغطوا الشبابيك، and doors، والأبواب، فالحشرات ما تدخلش، يعني في ستارة بقى من البابيرس. This kept the insects، ده خلى الحشرات outside، برا. In every home، في كل بيت، there were large pots، كان في أواني كبيرة، and baskets، وسلال كبيرة، for storing crops، لتخزين المحصول، المحاصيل يخزنوها في الايه، في البوتس دي والباسكتس دي، large pots and baskets، and wooden boxes، وصناديق خشبيه دي عامله زي الدولاب، for clothes، دي للكلوز، للملابس، for clothes، for clothes، للملابس. not many people had beds، مش ناس كتير قوي كان عندهم سراير او chairs او كراسي. سراير وكراسي دي بقى عند اللي هم الطبقه الاغنياء قوي يعني. طيب المدن، المدن زمان زي دلوقتي، والقرى زمان زي دلوقتي. In cities، في المدن، people lived very close together، الناس عاشت قريب جدا من بعضها، مدينة بقى وزحمة. And so they built their houses taller، فبنوا بيوتهم taller، أطول، البيوت كانت أطول، taller.
which with two floors بدورين. يعملوا ايه؟ عايزين يوفروا مساحة. This saved space. ده وفر space مساحة. So they could build more houses. فقدروا يبنوا بيوت اكتر. City houses. منازل المدينة. Joined together. كانت متصلة ببعضها. Just like today. زي النهاردة بالظبط. برضو البيوت لازقة ببعضها. In the countryside في الريف. Houses usually only had one floor. البيوت عادة كان فيها دور واحد بس. بيوت الريف. And they also had a garden. بس كان في حديقة في بيوت الريف. كان في garden حديقة. والحديقة دي بيتزرع فيها وبيتربى فيها حيوانات. They grew vegetables. زرعوا الخضروات. And kept chickens. وربوا الدجاج there هناك في الحديقة. ده كان النص سهل جدا. في قصيدة poem بتقولك ايه؟ By the banks of the ancient river Nile, Egyptian houses had a special style. Dark inside with small windows, reed mats on the roof where the cool wind blows. Outside, under the stars at night, one family together feeling alright. Mud from the Nile made their walls safe and strong and never to fall. يعني هو بيقول لك by the banks of the ancient river Nile, على ضفاف نهر النيل القديم. Egyptian houses, بيوت المصريين, had a special style, كان لها طراز مختلف واسلوب مختلف. Dark inside, من الداخل dark, مظلمة. With small windows, بشبابيك صغيرة. Reed mats, وحصير. On the roof, على الأرض. On the roof, على السطح, I'm sorry. Where the cool wind blows, حيث تهب الرياح الباردة. Outside, وبالخارج. Under the stars at night, تحت النجوم بالليل. One family together, العيلة مع بعض بقى. Feeling alright, حاسة كده تمام. Mud from the Nile, الطمي من النيل. Made their walls, عمل البيوت, عمل الحوائط. Safe and strong, آمنة وقوية. And never to fall, وعمرها ما تقع. فده كان البايم القصيدة. بص يا بطل, تعالى ننتقل لآخر جزء في فيديو النهاردة, وهو جزء الحل. بص يا بطل, واحنا اول ما نبدأ كده, يعني هنبدأ مع بعض بسؤال listening, استماع. فتعالى نقول سؤال استماع الاول. نخلي ده كده معك, القلم معك, وركز معايا بقى. ماشي. Ancient Egyptians wanted to keep their homes cool. The mud bricks helped do this. الطوب اللبن ساعد في كده ان البيوت تبقى cool. Some people painted their homes white to make them cooler. دهنوا بيوتهم ابيض علشان تبقى اكثر برودة. تمام. اكثر برودة. Ancient Egyptian homes all had flat roofs. كل البيوت كان لها اسطح مسطحة. Which were the coolest part of the house. Families بقى often slept on roofs on hot nights. فيلا نحل. يلا نحل. بس Ancient Egyptian أو Ancient Egyptians wanted to keep their homes hot. كانوا عاوزين يخلوا بيوتهم حر. لا, false, غلط. هم عاوزين, حد عاوز يخلي بيته حر؟ طيب, some people painted their homes red. دهنوا بيوتهم أحمر. لا, ما كانش لسه الأهلي. false. هم دهنوا بيوتهم أبيض. All Ancient Egyptian homes, كل البيوت المصرية, had flat roofs. كان ليها أسطح مسطحة. true. طيب, families often slept on the roofs, ناموا على الأسطح. On hot nights, الأسطح ليها الأسقف, يعني بسموها الأسطح. On hot nights, في الليالي الحرة. كانوا بيناموا هناك. true. ماشي. السؤال التاني, listen, استمع. فبص, هو استمع ده من الاستمع اللي هو ايه بقى, اللي هو انت اقرأ الأول. ماشي, انا بس بجهز نص الاستماع. انت هتقرا الاول وبعد كده تشوف تسمع بقى النص. In ancient Egypt, people in cities lived very together. انا والله عرفتها من غير نص الاستماع. في الـ في الـ في مصر القديمه, في المدن, الناس عاشت ايه جدا من بعضهم.
people built their houses taller with 2A. بنوا بيوتهم طويلة بإيه؟ In cities, في المدن. In the A, ancient Egyptian houses had one floor. كان فيها دور واحد. فين يا ترى؟ طيب, in the countryside, they had A to grow vegetables. على فكرة أنا عارف الأربعة. مش عارف الأربعة شطارة مني. لا, أنا عارف الأربعة من الدرس, وانت لو ركزت في الدرس هتعرف الأربعة. طيب بص يا حبيبي, in ancient Egypt people in cities lived very close together and so they built their houses taller with two floors. City houses joined together just like today. In the countryside, في الريف, houses usually only had one floor and they also had a garden. They grew vegetables and kept chickens there. يلا يا بطل. In ancient Egypt, people in cities lived very close together. C-L-O-S-E. طبعا انت يعني بتكون افضل مني, انت معاك الكتاب خلاص, وانت بتسمع معاك الكتاب وتكتب على طول. People built their houses taller. الناس بنت بيوتهم اطول. With two floors, طبعا بدورين. In the A, ancient Egyptian houses had one floor. In the A, كانت بيوت المصريين دور واحد. In the countryside, في الريف. طيب, in the countryside, they had the A, كان عندهم A to grow vegetables, طبعا garden. طيب, الماتشينج, التوصيل. بيقول لي, people made their homes near, الناس عملت بيوتهم بالقرب من, طبعا the Nile, النيل, in the past, في الماضي. طيب, farmers always, الفلاحين دايما, اكيد مثلا keep chickens, دايما بربوا دجاج. Where did they build their homes, هي الوحيدة اللي فيها علامة استفهام. Where did they build their homes? People stored crops, الناس خزنت المحاصيل in, كانت بتخزن المحاصيل in large pots, في أواني كبيرة, and baskets, وسلال. I live in a house, أنا أعيش في بيت, طبعا that had one floor, له طابق واحد. طيب, هنيجي على الترتيب. بيقول لك هنا, did people use what homes to build. طبعا انت عارف ان انا ما بحبش ارقام, بس احنا مضطرين نعمل ارقام بس علشان وقت الفيديو كبر قوي. يبقى what did people, ماذا الناس use, استخدموا, to build, علشان يبنوا homes, البيوت. What did people use to build homes. طيب, often ancient Egyptians on relaxed roofs. The ancient Egyptians, قدماء المصريون. Often, كثيرا, relaxed, كانوا بيستريحوا. On the roofs, على الأسقف أو الأسطح. طيب, ancient mats on reed slept Egyptians. Ancient Egyptians, قدماء المصريين, slept, ناموا, on, على حاجة بقى اسمها reed mats, اللي هو الحصير. Reed mats. For the Nile, drinking people water use. People use the Nile. الناس استخدمت النيل for, من أجل, drinking, شرب. شرب إيه طبعا؟ شرب water, المية. People use the Nile. الناس بتستخدم النيل for drinking water. طيب, هنا what do you think about ancient Egyptians. المفروض ان انا بعمل W capital, دو عادية. You think about ancient, عادية. الإي هنا capital وعلامة الاستفهام موجودة. طيب, their home is very different from ours. التي هنا capital, home عادية, is very different from ours, عادية, في الآخر full stop. التي والfull stop. طيب, الparagraph على ancient Egyptian homes. طيب, وقال لك 40 كلمة, وقال لك معاك عناصر زي what did their homes look like, البيوت كانت تشبه ايه. It had flat roofs.
What did they use to build it? They used mud bricks to make it. طيب تعال نبدأ من البداية خالص ونقول مثلا إن ancient Egyptian, ancient Egyptian أو خليها Egyptians قدماء المصريون lived عاشوا near بالقرب من the Nile النيل. They هم وأقول الجملة دي بقى used mud bricks. They used ممكن أقول they used mud to make bricks. They used mud استخدموا المد from the Nile من النيل to make علشان يعملوا bricks. طبعا to بيجي بعدها فعل في المصدر to make bricks علشان يعملوا طوب. وبعد كده بقى أقول they used mud bricks to مثلا make the walls strong أو to make their homes. They هم used استخدموا راعي الزمن الماضي. خلي بالك راعي الزمن انت بتتكلم في ancient Egypt مصر القديمة. They used mud bricks استخدموا الطوب اللبن to make their homes علشان يعملوا بيوتهم. طيب قولوا بقى ان ايه ان their homes had flat roofs. Their أو their houses had flat roofs. يا سلام بقى لو قلت له where حيث they where they slept حيث ناموا مثلا and relaxed. Where they slept and relaxed حيث ناموا وارتاحوا هناك. Where they slept and relaxed where they slept and relaxed. They slept on ناموا على الايه حاجة اسمها reed mats اللي هو السجاد من الجريد اللي هو الحصير. They slept on reed mats. They slept on reed mats. They slept ناموا على reed mats اللي هو الايه الحصير او السجاد اللي من الجريد. فنقول كده they slept. وخلي بالك وانا بقول slept حبيبي مش sleep. They slept ناموا on على reed mats. عايز بقى تقول they stored crops خزنوا المحاصيل اهي. They stored crops in خزنوا المحاصيل in large pots في اواني كبيرة. مفيش مشكلة. عايز تقول the furniture was different from now تبقى جملة حلوة قوي. The furniture الاساس والله جملة جميلة was different from now كان مختلفا عن الآن. وشكرا ده الباراجراف. يلا نقرا تاني. Ancient Egyptians okay اقفل الجي lived near the Nile. They used mud from the Nile to make bricks. They used mud bricks استخدموا الطوب اللبن to make their homes علشان يعملوا بيوتهم. Their houses had flat roofs where they slept and relaxed. بيوتهم كان فيها أسطح مستوية حيث ناموا وارتاحوا. They slept on reed mats ناموا على الحصير. They stored crops خزنوا المحاصيل in large pots في أواني كبيرة. The furniture الأساس was different from now كان مختلفا عن الآن. أنا بعتذر جدا الإطالة وبعتذر برضو عن اللخبطة اللي حصلت في صوتي أو الفيديو. Thank you for watching. شكرا للمشاهدة. أنت توحشني كتير جدا 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 جدا. أنت جيت تعال أهلا وسهلا. أهلا 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 أهلا. وأنت كمان جيت تعال تعال. أهلا 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 أهلا. اقعدوا كده اقعدوا كده بقى. جدك رمسيس حكالك. طيب ماشي ماشي. هتوحشوني كتير. We thank you for watching. شكرا للمشاهدة وسلام. Goodbye.